أتمنى أن تقدم خدمات إلكترونية مبتكرة إلى الأسرة مباشرة في مجال خدمات أسرية، مثلا متابعة الفحص الطبي للمرأة في مجال سكرينينج للأمراض مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم، لأنها ثبت الآن هي من أكثر الأمراض التي تؤدي إلى وفاة خاصة للمرأة في دولة الإمارات. أيضا في مجال التواصل، نحس الآن مفهوم الأسرة كقيمة فيها قيم التلاحم والتواصل اندثرت عندنا، فأنا ما أريد تكنولوجيا على حساب قيم الأسرية، أريد التكنولوجيا أوظفها للقيم الأسرية في التواصل بحيث أنه يكون نوع من المونيتورينج أو مراقبة التواصل أنه يكون بشكل إيجابي أو لا. I don't know how they will do it. Thank you.